إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا أيها الأحبة في الله إلى الفصل السادس من علوم القرآن الكريم، وهو بعنوان علوم لغة القرآن وأساليبه. وها نحن قد وصلنا إلى العلم السابع من هذا الفصل، علم أقسام القرآن أو علم أيمان القرآن. فأقسام جمع قسم، وأيمان جمع يمين. ما أهداف درس الليلة؟ ما مفهوم أقسام القرآن؟ ما فائدة الأقسام في القرآن؟ ما صيغة القسم وما أركانه؟ ما أنواع الأقسام؟ وأخيرا، ما أهم المؤلفات في أقسام القرآن؟ أعيروني قلوبكم وأفهامكم لنعي هذا الدرس المهم من علوم القرآن. ما مفهوم أقسام القرآن أو أيمان القرآن؟ الأقسام لغة جمع قسم، وهو الحلف واليمين، فأنت تقسم أي تحلف. يبقى الأقسام جمع قسم، هو الحلف أو اليمين، وأحيانا يطلق عليها بعض العلماء أيمان، وهذا صواب وهذا صواب، لكن تسمى أقسام لأنها مأخوذة من الفعل أقسم. الأقسام اصطلاحا توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص، توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص، هذا معنى القسم اصطلاحا. ما فائدة الأقسام في القرآن؟ القصد من القسم تحقيق الخبر وتوكيده، وهو من عادات العرب وأساليبها إذا أرادت أن تؤكد أمرا، كما أن فيه فائدة في إظهار فضل المقسم به وتعظيمه. قال ابن القيم رحمه الله: وإقسامه سبحانه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته. وما أقسم الله عز وجل بحياة أحد من خلقه كما أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وفي هذا تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان لفضله العظيم عند ربنا تبارك وتعالى. ما صيغة القسم وما أركانه؟ الصيغة الأصلية للقسم أن يؤتى بالفعل أقسم أو أحلف متعديا بالباء، أقسم بي، يبقى متعديا بالباء إلى المقسم به، أقسم بالله، ثم يأتي المقسم عليه وهو ما يسمى جواب القسم. يبقى عندك فعل القسم و الحرف الذي تقسم به ويدخل على المقسم به والمقسم عليه هو جواب القسم. يبقى فعل القسم، المقسم به، جواب القسم، فعل القسم، المقسم به، جواب القسم. والله لأفعلن كذا وكذا، كقول ربنا تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. يبقى هنا فعل القسم مذكور، أقسام المقسم به بالله ودخل عليها الباء، المقسم عليه لا يبعث الله من يموت،
هذا هو جواب القصر. وقول ربنا تبارك وتعالى لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، هنا أيها الأحبة جاءت لا قبل الفعل أقسم، فما معناها؟ قد تدخل لا النافية على فعل القسم، ما معنى لا النافية في هذه الحالة؟ هل هي تنفي القسم؟ لا هنا صلة لتأكيد القسم وليست لنفيه، يبقى صلة لتأكيد القسم، يبقى معنى لا أقسم أي أقسم، وهنا لا للتأكيد. وقيل إنها نافية لمحذوف يناسب القسم تقديره في الآية السابقة على سبيل المثال لا صحة لما زعمتم أنه لا حساب ولا عقاب، ثم استأنف فقال أقسم بيوم القيامة أنه هناك حساب وهناك عقاب. وقيل أن المقصود بلا نفي القسم كأنه قال لا أقسم على أن يوم القيامة آت لأنه من الظهور بحيث لا يحتاج إلى قسم، يبقى لا أقسم على هذا لأنه ظاهر واضح. وإن كان الأرجح هو أن لا نفي لتأكيد القسم وليس لنفيه، في قول ربنا تبارك وتعالى تالله لتسألن عما كنتم تفترون. هنا أيها الأحبة يكثر أن يحذف فعل القسم، يكثر أن يحذف فعل القسم اللي هو أقسم أو أقسم أو الحلف، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هناك آيات كثيرة لا يوجد فيها الفعل الخاص بالقسم أقسم أو أحلف، كقوله تعالى تالله لتسألن عما كنتم تفترون، فيفهم من اللام الموطئة لجواب القسم، يفهم من اللام الموطئة لجواب القسم، وأيضا من الأداة الداخلة على المقسم به، وهي عندنا الباء والتاء، والتاء تختص باسم الله عز وجل، وهناك الواو، وأكثر ما يستخدم الواو، فتأتي مع اسم الله ومع غير اسم الله، تأتي مع اسم الله ومع غير اسم الله. كقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، هذا جاءت الواو مع اسم الله. وكقوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فجاءت الواو مع غير اسم الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، ما أركان القسم؟ باختصار فعل القسم أو أداة القسم التي تنوب عنه الباء والتاء، والتاء تدخل على اسم الله فقط، والواو تدخل على اسم الله عز وجل وعلى غيره، والمقسم به الذي تقسم به والمقسم عليه، والمقسم عليه. وهنا ينبغي التأكيد أيها الأحبة على أنه لا يقسم إلا بالله تبارك وتعالى، فوربك لنسألنهم أجمعين، وكقوله تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، فلا نقسم إلا بالله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فلا يحلف إلا بالله. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم القسم بغير الله نوعا من الشرك، فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فالأمر عظيم. قد يتعدد المقسم به في القرآن ويكون جواب القسم واحدا، كما في سورة التين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذه أقسام، يبقى واو القسم والمقسم به، المقسم عليه لقد خلقنا الإنسان
في أحسن تقويم. وسورة الطور وسورة الليل كل ذلك كذلك، تعددت الأقسام والجواب واحد، وغير هذا من الأقسام التي تتعدد الأقسام والجواب يكون واحدا، وقد يتعدد جواب القسم، وقد يتعدد المقسم به وجواب القسم معا، كما في مطلع سورة الشمس، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. الجواب: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالأقسام تعددت، وهذه أكثر سورة تعددت الأقسام في أولها. الجواب: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهنا جوابان للأقسام السابقة. المقسم عليه في القرآن الكريم وهو جواب القسم، الله عز وجل يقسم بما شاء على ما يشاء تبارك وتعالى، إلا أنه بالنظر في آيات القرآن الكريم فإن القسم يأتي أو المقسم عليه يأتي في القرآن على أمرين: أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها، أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها، والأمر الثاني حال الإنسان، والثاني حال الإنسان. بالنسبة للقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، وأما قسم الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فالله يقسم بما شاء على ما يشاء، ونحن لا نقسم إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. هل نقسم بالمصحف؟ إذا كنت تقصد بالمصحف الكلام المكتوب، فالكلام المكتوب والمصحف هذا كما وضحنا في درس سابق هذا يحوي كلام الله عز وجل، فإذا كنت تقصد أنه كلام الله عز وجل فلا بأس بأن تقسم به، لأن المصحف يحوي كلام الله عز وجل، فأنت تقسم بكلام الله عز وجل. وأما إذا كنت يعني تقسم بالصفحات فقط، فهذه الصفحات من صنع العباد، وهذه الطباعة وهذه الأشياء، ولكن الذي يقسم في الغالب بالمصحف إنما يقصد أنه يقسم بكلام الله عز وجل وبالقرآن، وبالقرآن. يبقى إذن المقسم عليه الله عز وجل يقسم على أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها، كقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، وكقوله تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. يبقى الله عز وجل يقسم في مطلع سورة الصفات: بسم الله الرحمن الرحيم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد، فيقسم الله عز وجل على هذا. ومطلع سورة ياسين وفي قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. يبقى الله يقسم على أنه إله واحد، يقسم عز وجل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من المرسلين، ويقسم عز وجل على أن القرآن كلامه وأنه قرآن كريم الذي أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقسم الله عز وجل على وقوع البعث والحساب والجزاء كما في مطلع سورة الذاريات: بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. يقسم الله عز وجل على هذا. يبقى كل هذه الأشياء من أصول الإيمان: الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقرآن. أو يقسم الله عز وجل على حال الإنسان، وهذا موجود أيضا في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قد يحذف جواب القسم
لكونه ظهر وعرف. قال ابن القيم رحمه الله: وأكثر ما يكون هذا أي حذف جواب القسم إذا كان في نفس المقسم به ما يدل على المقسم عليه، وهي طريقة القرآن، فإن المقصود يحصل بذكر المقسم به فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجز. فمن هذا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر. أين الجواب؟ قال: فإن في المقسم به من تعظيم القرآن ووصفه بأنه ذي الذكر ما يدل على أن المقسم عليه وكونه حقا من عند الله غير مفترى، يبقى المقسم عليه هو كون القرآن حقا من عند الله عز وجل، وهذا معنى قول كثير من المفسرين إن الجواب محذوف تقديره إن القرآن لحق، وهذا مضطرد في كل ما شابه ذلك. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. عندما نأتي إلى هذا السؤال: ما أنواع الأقسام؟ عندنا أيها الأحبة القسم الظاهر والقسم المضمر. فالظاهر ما صرح فيه بفعل القسم والمقسم به، يعني ما صرح الله عز وجل فيه وذكر فيه فعل القسم والمقسم به، كقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أو ما حذف فيه فعل القسم اكتفاء بوجود أداة القسم الواو أو التاء، كقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. يبقى هنا أيها الأحبة في الله هذا واضح في القسم، وإن كان فعل القسم حذف لكن في أداة القسم موجودة اللي هي الواو. بالنسبة للمضمر ما لم يصرح فيه بفعل القسم والمقسم به ويدل عليه اللام الموطئة للقسم التي تدخل على جواب القسم، وهذا موجود في القرآن الكريم أيضا، كقوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا قسم بالله عز وجل لكنه محذوف، والله أو أقسم بالله لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لكن الآية مفهومة واضحة، يبقى لتبلون في أموالكم قسم ولتسمعن قسم آخر، وهذا المضمر القسم المضمر أو النوع المضمر من الأقسام له أمثلة كثيرة. عندما نأتي إلى ما أهم المؤلفات في أقسام القرآن، عندنا كتابان مهمان. الكتاب الأول: التبيان في أيمان القرآن لابن القيم رحمه الله المتوفى 751، وكتاب الإمعان في أقسام القرآن لعبد الحميد الفراهي المتوفى 1349. أيها الأحبة في الله، أرجو أن أكون قد وضحت المقصود بالأقسام في القرآن الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.